ينضم إلينا أحمد دراوشي مراسل عربي من تل أبيب. إليك أحمد. بالفعل رويدة، منذ قليل انتهت إحاطة لوزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت مع الصحفيين الدبلوماسيين والسياسيين في وسائل الإعلام الإسرائيلية، وتحدث عن مقترحه ومقترح مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بالتعاون مع الوزير رون ديرمر الذي على ما يبدو عرضه على المسؤولين الأمريكيين خلال الأسبوع الأخير، ويقضي كما ذكرت رويدة بأن لا يسيطر الاحتلال الإسرائيلي مدنيا على حياة الفلسطينيين في قطاع غزة، على أن يحتفظ بالسيطرة الأمنية للقطاع. قال جالانت إن إسرائيل لن تبني مستوطنات في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، وتحدث عن مصطلح جديد ربما سنعتاد عليه خلال الفترة المقبلة، وهو المربع المدني الذي سيحكم قطاع غزة، ومكون هذا المربع من 4 رؤوس. الرأس الأول هو لإسرائيل، وقال جالانت إن إسرائيل هي من ستراقب عمل هذا المربع المدني الذي سيحكم القطاع، وهي التي ستوجهه بالتعاون مع مصر. على ما يبدو معبر رفح سيكون المعبر المركزي والأساسي لقطاع غزة، وإسرائيل ستركز عليه بدل التركيز على بالإضافة إليه إلى معمر بيت حانون. بالإضافة إلى ذلك سيكون دور للاتحاد الأوروبي ولبعض الدول العربية وللولايات المتحدة لإعادة إعمار قطاع غزة. والرأس الرابع في هذا المربع المدني بتعبير يوآف جالانت هو الفلسطينيون، لكنه لا يتحدث عن السلطة الفلسطينية، وبطبيعة الحال لا يتحدث عن حركة حماس، إنما يتحدث عن جهات فلسطينية لا تعادي إسرائيل. لم يوضح ما هي هذه الجهات الفلسطينية، لكن خلال الأسابيع الماضية تحديدا خلال الأيام الأخيرة سمعنا تصريحات إسرائيلية وتسريبات تشير إلى جهات معينة، عشائر أو ما إلى ذلك، لكن حتى التقديرات داخل إسرائيل أن هذه المبادرات لا تزال في طور الأفكار، واليوم ستناقش لأول مرة في الكابينت الأمني والسياسي الموسع الذي يعقد هذه الليلة. كذلك بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الوزير جالانت، فإن وفدا للشباك زار مصر هذا الأسبوع لبحث عدد من الأمور، منها وقف إطلاق نار صفقة تبادل لأسرى وعملية أمنية مشتركة بين الاحتلال الإسرائيلي وبين مصر على الحدود. فيما يتعلق بالسيطرة على قطاع غزة اليوم التالي لقطاع غزة، فإن مصر وإسرائيل ستسيطران سويا على منطقة فيلادلفي في القطاع، وهو الأسم الذي يطلق على المنطقة الفاصلة بين قطاع غزة وبين مصر. التقديرات مصرية نقلتها القناة 12 الإسرائيلية للمسؤولين الإسرائيليين هي أن إعادة إعمار قطاع غزة ستكلف بنحو 50 مليار دولار، وإن ذلك سيستغرق سنوات طويلة. بالتالي دعت إسرائيل إلى بدء بلورة خطتها لليوم التالي لقطاع غزة. ما أن أعلن جالانت عن هذه الخطة حتى سارع مسؤول كبير في مجلس الحرب الإسرائيلي إلى القول إن هذه الخطة غير نهائية وستعرض اليوم لأول مرة على الكابينت الأمني والسياسي. وسرب أيضا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بنغفير أنه سيعارض هذه الخطة، رغم أنها لا تزال في مراحلها الأولى رويدة، لكن هذا أول مرة تعلن فيه إسرائيل عن نيتها لما سيحدث في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة. رويدة، شكرا على هذه الإحاطة. أحمد راوش مراسل عربي من تل أبيب.